طبعا صديقي، هي الحملة سبحان الله اجت يعني وحققت نجاح كبير، يعني نظرا لتكاتف الجهود، يعني مبادرة أثر، كمان بالمشاركة بشكل كبير من فريق رحمة التطوعي وفريق القلوب الصغيرة، يعني تم التكاتف بشكل كبير لنجاح هاي الحملة. نحن يعني المشكلة في سوء فهم كثير عن الناس ان اذا كان عمل خيري يعني يكون غير منظم، ولكن هذا غير صحيح. نحن بكل أعمالنا بيكون في شيء عندي اسمه أنا مسح احتياج، بيكون في شيء عندي زيارات ميدانية، بيكون في تقييم أولي، لحتى نحن نقدر نفرق ما بين مثل ما ذكرت حضرتك وما بين الأسر المتعففة المجهولة اللي ما حدا بيعرفها، طبعا بالتعاون مع السكان المحليين للمنطقة. وتقييماتنا نحن الخاصة بنقدر نميز ما بين العائلة الفعلا مستحقة وما بين العائلة المتعففة. اليوم حملتكم أي مناطق تشمل؟ قديش عدد الأسر المستهدفة؟ إذا بتشاركنا بهي الأرقام نور. طبعا نحن وصلنا لرقعة جغرافية واسعة من مناطق الشمال السوري، منطقة دركوش. نحن قدر الإمكان حاولنا نغطي ما يقارب ال 250 عائلة. أكيد في عندنا كمان في منطقة إدلب ومخيمات حول منطقة إدلب، كعدد كلي ما يقارب ال 600 عائلة يتم تقديمها بشكل يومي من الخبز. كميات الخبز تتراوح بحسب عدد أفراد العائلة، يعني فرضا عائلة تتألف من 4 إلى 5 أشخاص، ربطة أو ربطتين، أكثر من 5 أشخاص، 3 ربطات، إلى آخره من هاي الأرقام. طبعا الحملة مستمرة، ولهلا نحن لسه عم نستقبل تبرعات عبر معرفاتنا الأساسية والحسابات البنكية. طبعا الشيء اللي لفت نظرنا نحن أكثر شيء هو كمية المشاركة الرائعة اللي شفناها نحن، يعني اعذرني على التعبير، ولكن الأغلب عنده شوي نظرة سلبية على المبادرات المحلية أو المبادرات الإنسانية. ولكن نحن ناس ونحن شعب، وقت اللي منشوف في سبيل ولو صغير للمساعدة والله ما بنقصر. هي أكثر منا نظرة سلبية، خلينا نقول حكم مسبق صار عند الناس أو صورة نمطية عن كل من يعمل بالعمل الخيري، يمكن عم تواجهوا هاد حتى على الأرض. طبعا اكيد يعني، ولكن المشكله نحن دائما ننظر للكأس الفارغ يعني، ولكن في نسبه كبيره من الناس وقت اللي بتشوف في سبيل صغير للمساعده، يعني والشيء المثير للسخريه اني نفسهم اللي هن ممكن ينقذوك هن اول من يساعدوك. والله يا صديقي نحن شفنا مساعدات مساهمات من اشخاص بيشتغلوا باليوميه. أحد المتبرعين أرسل لنا رسالة أني أنا آخر الشهر راح أقبض أجار تحويش الزيتون بموسم الزيتون وراح أعطيكم نسبة منه. أحد الأشخاص كمان بعث رسالة قال والله أنا بدي أتبرع وبدي ساعد بس يعني ما معي. سبحان الله وقت اللي فرجنا الرسالة لأحد الأشخاص قال أنا بدي أتبرع عن هذا الشخص بكذا ربطة. في أشخاص ساهموا إعلامياً، ساهموا في النشر، في أشخاص قدروا يساهموا ولو بربطة خبز. فهي المساهمات نحن الخجولة والصغيرة يعني هي فعلاً بتعطينا حافز كبير إن نحن ما نعطي أذن للمثبطين أو للمحبطين، يعني لأني بصراحة نحن قدام خيارين، أما ما نعمل شيء أو نعمل الشيء اللي بنقدر عليه. فيعني برأينا الشخصي نحن اني نعمل الشيء اللي بنقدر عليه. والشيء اللي لاحظناه فعلا الرائع ان تكاتف الجهود، يعني طبعا مبادرة أثر لحالها كانت قدرت توصل لنطاق معين من المستفيدين، ونفس الشيء جمعية القلوب الصغيرة، ونفس الشيء فريق رحمة تطوعي، ولكن تكاتف الجهود بهاي الفرق والمبادرات الثلاثة والجمعيات الثلاثة، تكاتف الجهود، التنسيق العالي والتعاون على مستوى عالي من ناحية الأمور التنظيمية، من ناحية الأمور الميدانية، حقق نتيجة كبيرة على الأرض حتى من الناحية الإعلامية. نور، نحن كمتابعين لما منشوف مادة بتحمل صبغة إنسانية، عم نشوف حالات صعبة، حالات لمرضى، حالات لجرحى، حالات لمحتاجين، منتأثر. انتو عم تتعاملوا كفريق وكمتطوعين مع هذه الحالات،
كيف عم تتعاملوا مع هذا الكم من التعب، من الحزن، من الألم، بالذات لما بيكون في سيدات كبار في السن أو أطفال؟ كيف بتضلوا أوايا وبتضلوا قادرين إنه تفصلوا بين واجباتكم وعواطفكم؟ والله أنا بدي أحكي من الناحية الشخصية، قصة إنك تقدر أو إنك تتعود، ما بتقدر وما بتتعود والله يا صديقي. كل مكان بروح عليه، كل مكان بنزوره، كل مكان بنشوفه، صحيح بنشوف نفس القصص المكررة، صحيح بنشوف نفس المعاناة بدرجات متفاوتة، ولكن مستحيل تقدر تتعود على الألم، مستحيل تقدر تتعود على المنظر، مستحيل تقدر تتعود على المشاعر اللي أنت بتحس فيها وقت اللي بتدخل على خيمة ما بتلاقي غير سفنجة أو كرسي، أو والبرد عم يطعن طعن جوات هاي الخيمة. ما فينك تتعود على أنت وقت بتدخل على خيمة بتلاقي خبز يابس بيتم بله بالماء بعدين أكله. ما فينك تتعود وقت بتدخل على خيمة أرملة تستنى لحتى تاخذ فتات الخبز من المطاعم. هاي المناظر أنت ما فينك تتعود عليها أبدا. وموضوع أنك تضل قوي هذا موضوع صعب جدا جدا كثير. بنحاول قدر الامكان نحن وقت اللي بنروح على اهالينا بالمخيمات او بالمدن قدر الامكان نضل محافظين على الابتسام، ولكن صدقني وقت اللي بنرجع والله الدموع بتنزل لحالها، القهر ما بيغادرك بيوم او يومين، بيصيبنا ارق. يعني انا من الناحيه الشخصيه يعني انك بدك تساهم، بدك تساعد، بدك تعمل تغيير، ولكن هي استطاعتك. فنحن الشيء اللي بيعزينا والشيء اللي شوي بيعطينا دافع هو انك عم تقدر تساعد، عم تقدر تساهم، عم تقدر توصل صوت او تقدم مساعدة عينية. هذا الشيء لحاله هو فعلا بيقوينا. نور قرموش، أحد منسقي حملة لقمة كرامة المستمرة. بالختام، كيف فينا نتبرع إذا حابين نقدم ما نستطيع، ما بعض مما نملك، أو حتى مثل ما أنت قلت لو كان قليل بنظرنا، بس هو ممكن يكون كتير لأهلنا في الداخل السوري وتحديدا بريف إدلب؟ طبعا مبادرة أثر، فريق رحمة، جبهة القلوب الصغيرة، هاشتاج أثر، هاشتاج لقمة كرامة، وحسب معرفاتنا الشخصية على فيسبوك والهاشتاجات اللي احنا بنطلعها لقمة كرامة 2.